الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله عز وجل أن يفك الحصار على أهلنا في درنا وأن يدفع عنهم الأداء، ونسأل الله عز وجل أن يسقط هذه الطائرات التي هي تقتل أبناءنا وتقتل بناتنا وأولادنا وشيوخنا ونساءنا وتدمر بلادنا وتدمر بيوتنا ومدارسنا. نسأل الله عز وجل أن يردهم وأن يخيب أعمالهم وأن يوفق أهلنا هناك وأن يحميهم وأن يحجب عليهم ويجعل الله عز وجل لهم ناصر وأن ينصرهم وأن يوفقهم لكل خير وأن يصرف عنهم السوء والفحشاء وأن يصرف عنهم كيد الظالمين وكيد الماكرين وكيد الخادعين وكيد المخادعين وكيد الماكرين وكيد الطامعين. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير وأن يصرف عنهم، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. اللهم كف أيديهم عن إخوانهم، اللهم كف أيديهم عن إخوانهم، اللهم كف أيديهم عن إخوانهم، فإنهم مظلومون ويقتلونهم صباحا ومساء. ونسأل الله عز وجل أن يرد إخواننا من أهل المنطقة الشرقية إلى عقولهم ويبصرهم بما يفعلون. ونحن دائما نقول لهم أن يتقوا الله عز وجل في إخوانهم. لماذا يعني تذبحونهم ولماذا تقتلونهم؟ درنا لم تبغي على أحد، درنا لم تتعدى على أحد، لم تتعدى على بنغازي درنا. لماذا يا أهل بنغازي تقتلون أهل درنا؟ ولماذا يا أهل البيضة تقتلون أهل درنا؟ ولماذا يا أهل المرج تقتلون أهل درنا؟ ولماذا يا كل المناطق الشرقية وأهل طبرق وما حولها، لماذا تتعدون على درنا؟ ما الذي فعلته درنا لكم؟ درنا ما الذي فعلته؟ درنا لم ترضى بالظلم، درنا لم تتعدى عليكم، درنا لم يعني لم تخرج من حدودها الإدارية ولا القبلية ولا حدودها المعروفة، فلماذا تتعدون عليها وتقتلونهم؟ اتقوا الله في دماء إخوانكم، اتقوا الله في هذه الدماء التي تقتلون. أراه منكم مسؤولين على هذا الأمر أمام الله، يا شباب في الجبهات ويا جيش ويا ضباط ويا جنود، والله لن يغني عنكم أمر يعني تقول أتتني أوامر بالتنفيذ وتقعد يعني كأنك يعني آلة يحركونها بالريموت هكذا وخلاص، وتقول أنا ما علياش إثم والله ما علياش ذنب، والله لن يغني عنك من الله شيئا، هذا لن يغني عنك من الله شيئا. الله عز وجل يعني أمر بالطاعة في المعروف، أمر في الطاعة بالطاعة في المعروف، لا أن تقتل إخوانك، لا أن تدمر البيوت. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فالذي يخرج من بيته هذا يدافع عن بيته، الذي يهدم بيته يدافع عن ماله، الذي يهدم تتعدى على محلاته وعلى أراضيه هذا بيدافع، يموت على أرضه وعلى دياره وعلى محلاته وعلى بيته وعلى حرمه. لكن أنت على ماذا تموت؟ أنت جاي متعدي من 100 كيلو من 200 كيلو، جاي من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب وجاي من البحر وتتعدى على إخوانك في درنا، على ماذا تموت؟ لماذا تموتون 100 عمية؟ أرانكم الآن يا شباب تموتون 100 عمية، 100 مش معروفة، 100 جاهلية مظلمة هكي مغمومة. أنت الآن تقاتل يقول لك هذوما خوارج، طوبى لمن قتلهم. طوبى شني؟ شو الطوبة؟ الطوبة التي ستخرج في ظهرك وفي رأسك وفي بطنك وفي بطنك وفي ذريتك الطوبة. كيف طوبة لمن قتلهم؟ تقتل إخوانك يقولون ربي الله ويقولون لا إله إلا الله وتقول طوبة لمن قتلهم. أراه يضحك عليكم، أراه يزورون الأحاديث ويزورون الآيات، يكذبون عليكم وينزلون تطبيق الآيات وينزلون تطبيق الأحاديث على غير مرادها وعلى غير حقيقتها. الخوارج خرجوا على من؟ لما تقول هؤلاء خوارج كلما طلع لهم قرن قطع وتنزل في حديث عليهم، على من تنزل فيه؟ على من خرجوا يا راجل؟ على من خرجوا لما تقول طوبى لمن قتلهم؟ على من؟ جاوبني انت تو الان، انت بينك ما عادش تسل حد ولا تلفت، انت بينك وبين عقلك، ربي اعطاك عقل، كرمك ربي على الحيوان وعلى الدابه اللي تمشي في جنبك وعلى النعجه وعلى الديب وعلى الكلاب وعلى القطاطيس وعلى الخيول وعلى الحمير، كرمك الله بالعقل. لما تقول لي هؤلاء خوارج خرجوا على من؟ خرجوا على علي رضي الله عنه المبشر بالجنه، خرجوا على عثمان رضي الله عنه الذي غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا على عمر، خرجوا على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، خرجوا على الخلفاء الراشدين، على من خرجوا يا اخي؟
بالله عليك انت خدم عقلك شوي لما تقول لي هؤلاء خوارج خرجوا على من؟ وين الإمام العادل المنصف العدل المرضي الذي رضي الله عنه؟ وين اللي خرجوا عليه؟ وبعدين اللي حتى لو كان وجد الآن إمام عندك انت ظالم والله منصف والله عادل، هم الآن لمشوا للبنغازي ولا لمشوا للقبة ولا لمشوا لشحات ولا طلعوا، وتقول طوبى لمن قتلهم وجاي تنتهك بيوت الناس يا راجل، تنتهكون بيوت الرجال وبيوت النساء. والله الجاهلية ما فعلوا ذلك، عيب عليكم. الجاهلية والله ما فعلوا ذلك. لما نزل قول الله عز وجل ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، يا أيها النبي، لما الله عز وجل قال له إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن فبايعهن، ربي قال إذا جن النساء وبايعوك، لما سمعوا النساء اللي جايات يبايعوا قالوا أوتزن الحرة. هذه صفات الرجولة وصفات النساء وصفات الأخلاق. أبو سفيان ما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ملك الملك، قال له والله ما نقدر نكذب عليه، كيف نكذب قومي يعدين يضحكوا علي؟ كيف تبي الناس يقولوا أبو سفيان كذب على محمد؟ لا والله، لما سأل محمد شنو يكون فيكم قال له ذو نسب، محمد ذو نسب، قال له صادق ولا كذاب؟ قال له صادق أمين. قال للناس اللي معاه ضعفاء والله أغنياء وسادة، قال له ضعفاء، قال له يزيدون وأم يقلون، قال له يزيدون كل يوم يزيدون، قال له والله هذا على الحق، هذا الناموس الذي يأتيه الذي ينفسه الذي جاء لعيسى. مع ذلك كان يسألهم ما كذبش على النبي، هو أكبر عدو لي، ما كذبش عليه. قال حتى يتكلم قومي من بعدي أني كذبت على محمد. يا شباب هناك في أهل المنطقة الشرقية، ما تكذبوش على ناسكم وتقتلوهم، رانكم راوا تستبيحوا في دماء في هذه الأشهر الحرم وفي غيرها، في هذه الأشهر المباركات تنقزوا في حياش الناس، هذا عار، هذا عار لن ينساه التاريخ. تنقز في بيوت أهل درنا وتتعرى على النساء وتكتشف عليه وتتكشف على عورات الناس، قاتل قتال الرجال في النهاية بكل تبي أنت بتركب راسك وبتدير ما عندك، قاتل قتال الرجال، تعال للرجال والأشاوس اللي تموت في بصدورها، مش تنقص في حياسها وتتعدى على النساء وتتعدى على البنات، هذا عار يبقى في نسبك إلى قيام الساعة. كل شخص ينقص في بيت صاحبة ولا جارة يبقى عار في نسبه، مش في قبيلته بس، في نسبه هو، ويقتلوا فيهم ويقول طوبى لمن قتلهم. كيف طوبى لمن قتلهم؟ ناس يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ناس يصلون الصلوات الخمس، ناس ما اعتدوا على أحد، وتقول طوبى لمن قتلهم؟ والله إن الشيطان لعب في قلوبكم ولعب في صدوركم ولعب في عقولكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناس قلوبها قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلوبها قلوب الشياطين في جثمان إنس، قلب قلب شيطان وعقل عقل شيطان وهو شكل إنسان. أفسدتم الحرث والنسل، أفسدتم الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. الله عز وجل لما قال لملائكته الكرام اسجدوا لآدم، ولما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ أول ما أنكرت الملائكة على بني آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ اتقوا الله يا أهل البنغازي ويا أهل المنطقة الشرقية في إخوانكم، ولا يغرنكم ما يقال ولا يكذبون عليكم، ولوا لعروبتكم ولوا لإسلامكم ولوا لقبيلتكم، وحافظوا على أنسابكم وعلى شرفكم. ما يجوا يقولوا ولد فلان وولد فلان وولد فلان وبيت فلان نقز عند فلان، يا شباب ما يغركم حد. أراه الله عز وجل والله لن تفلتوا من عذاب الله بهذه الكيفية، لن تفلتوا من عذاب الله. الإنسان يتوب ويرجع لله. والآن الطائرات حمم تنزلها على أهل درنا، شلي دارات أهل درنا
يا قتلة الأطفال ويا قتلة الأبرياء ويا إرهابيين، ما الذي فعلته درنة تضرب فيها بالطيران؟ ما الذي فعلته درنة تضرب فيها بالطيران صباحا ومساء؟ ما الذي فعلته؟ لكن يبقى الشرف ويبقى الرجال رجال إلى قيام الساعة.